يعني في البداية أخي عزيز، المعركة انطلقت من القدس وكانت من القدس، والمقاومة في غزة نبت نداء القدس والشجرة التي تعاني منذ أكثر من 10 أعوام من سياسة تطرف وعنصرية إسرائيلية بسبب وجود اليمين الإسرائيلي في شدة الحكم. هذه المقاومة التي نبت نداء القدس انتصرت ليلة البارحة، والاحتفالات تعم الشوارع منذ الساعة 2 صباحا وحتى هذه اللحظة في جميع مناطق الضفة الغربية والقدس والداخل. هذا يؤكد ما هي نتائج هذه الجولة من العدوان مع الاحتلال الإسرائيلي. العدوان وحد القضية الفلسطينية، وحد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته. العلم الفلسطيني كان حاضرا في النصر، وهذا له دلالة كبرى. يعني المقاومة، يعني الأعلام التي رفعت في القدس وفي الضفة الغربية كانت أغلبها أعلام فلسطين، وهي التي وحدت الشعب الفلسطيني. وهذا هو استفتاء فلسطيني بحث لنتائج المعركة ومن يدير المعركة في المستقبل. اليوم نحن أمام واقع جديد، واقع وضع جميع الخيارات الأخرى من محكمة عدل دولية ومن هيئات وأمم متحدة ومن تفاوض ومن تطبيع مع الاحتلال في كفة، ووضع المقاومة في كفة أخرى. أنت تتحدث اليوم عن فرض معادلات جديدة على الطاولة سيكون لها أثرها على الواقع الفلسطيني، على الحياة السياسية الفلسطينية، على التمثيل الفلسطيني، ومن سيمثل الفلسطينيين من الآن فصاعدا. اليوم الفلسطينيون يشعرون أن لهم سندا. هذا السند أثبتته المقاومة في هذه الجولة في 12 يوما الماضيات. نحن اليوم أمام واقع جديد يجب علينا استثماره فلسطينيا وعربيا من أجل فرض القضية الفلسطينية مجددا على الطاولة الدولية، بعد أن عادت. ونحن رأينا في الأيام الماضية أن الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول تخرج مناصرة للقضية الفلسطينية بعدما دفنت القضية الفلسطينية ونسيت بسبب منذ الربيع العربي وحتى هذه الجولة من الأرض. نعم، هذا الواقع الجديد الذي تتحدث عنه أستاذ داود. بداية استثمار هذا الواقع الجديد فلسطينيا، ما هو المطلوب لأفضل استثمار لهذا الواقع الجديد الذي تحدثت عنه من قبل الفصائل الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، حتى المجتمع الفلسطيني، منظمات المجتمع المدني في فلسطين؟ يعني لا أخفيك أن الوضع السياسي الفلسطيني، وخصوصا بعد إلغاء الانتخابات، يعني إلغاء الانتخابات والمرسوم الرئاسي الذي خرج من أجل إلغاء الانتخابات، والذي كانت تنتظره حركة حماس بأن تكون جزء من النظام السياسي الفلسطيني، وهي جزء أساسي من النظام السياسي الفلسطيني، ولكن الانتخابات كانت جزء سيشرع ويؤكد وجود حركة حماس في الشارع. اليوم نحن أمام واقع جديد، وهو الالتفاف الجماهيري حول المقاومة التي تقودها حركة حماس داخل القطاع. اليوم يجب على الطرف الآخر من المعادلة والموجود في الضفة الغربية، ممثلا بمنظمة التحرير وبالسلطة الوطنية الفلسطينية، التوجه لفتح حوار وطني موحد وشامل بعد الالتفاف الجماهيري الذي رأيناه حول المقاومة. لأن الخيارات الأخرى التي كانت تنتهجها منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية فشلت. نحن على مدار أكثر من 15 عاما نطالب المجتمع الدولي ونتوجه إلى المجتمع الدولي والهيئات الدولية والمقاومة الشعبية وغيرها من الأساليب التي استخدمت لم تجدي نفعا مع الاحتلال. اليوم خلال 12 يوم أنت منعت، يعني المقاومة في غزة منعت الاحتلال من اقتحامات المسجد الأقصى، الهدنة لمدة 5 أيام وستتوصل إلى، يعني في نهاية المطاف سنتوصل إلى اتفاق مع الاحتلال الذي يشمل تفاصيل الهدنة، من الاحتمال جدا أن تكون هناك صفقة تبادل الأسرى. إذن الاعتداء على القدس منعته المقاومة، الأسرى سيتم تحريرهم فقط من خلال المقاومة،
وهذا عنوان جديد للمرحلة القادمة. نعم. المقاومة هي السند للشعب الفلسطيني. وص-